سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. واليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سكان أستراليا الأصليون. سكان أستراليا الأصليون أو كما يعرفون باسم الأبورجيون هم الشعوب التي انحدرت من المجموعات التي عاشت في أستراليا وعلى الجزر المحيطة بها قبل حقبة الاستعمار البريطاني للبلاد. ويشمل المصطلح الشعوب الأسترالية الأصلية وسكان جزر مضيق توريس. ويفضل كثير من الناس استعمال مصطلح الشعب الأصلي والجزري أو الأمم الأسترالية الأولى أو الشعوب الأسترالية الأولى أو الأستراليين الأوائل، ولكن ما زال تاريخ وصول الشعوب الأولى إلى القارة والجزر المجاورة محل جدل بين الباحثين. أقدم بقايا إنسان وجدت في أستراليا على نحو قاطع هي بقايا رجل المونغو LM3 وسيدة المونغو، وتبين أن هذه البقايا تعود إلى 50,000 عام. ولكن الأدلة الآثارية الجديدة من تحليل الفحم والآثار التي يبدو عليها استعمال الإنسان تدل على تاريخ آخر وهو 65,000 عام. أما التأريخ فيرجح أن استيطان أرض أستراليا كان قبل 60,000 عام. أما أدلة النيران في جنوب أستراليا فتدل على وجود الإنسان في أستراليا قبل 120,000 سنة، ولكن المزيد من البحث العلمي مطلوب للتأكد من هذا. مسرحية الصديقين النبيلين لويليام شكسبير. عثر على نسخة نادرة من مسرحية ويليام شكسبير الأخيرة والمعروفة باسم الصديقان النبيلان، والتي تعود إلى عام 1634 في الكلية الملكية الاسكتلندية التي تقع في منطقة سالامانكا في إسبانيا. تم العثور على العمل الأدبي عن طريق الصدفة البحتة، وذلك أثناء تواجد الباحث الدكتور جون ستون من جامعة برشلونة في الكلية أثناء تحقيقه في أعمال أدم سميث الاقتصادي والاسكتلندي المشهور. وتم العثور على المسرحية البالغة من العمر 386 عاما، مدسوسة في كتاب تم وضعه عن طريق الخطأ في قسم الفلسفة بمكتبة الكلية. يذكر أن هذه المسرحية واحدة من أقدم كتابات شكسبير التي وصلت إلى إسبانيا، وقدمت مدرسة اللاهوت وهي مدرسة تدريب للكهنة والحاخامات تقع في مدريد، والكثير من القطع الأدبية الإنجليزية للمثقفين في البلاد. مقبرة جديدة لمحارب قديم مجهول. تعيش اليونان حالة من الانتعاش بعدما عثر على عدة اكتشافات أثرية يعود تاريخها إلى عقود طويلة مرت. يرجع هذا إلى أن اليونان مرت على حقب زمنية طويلة، منها الحضارة الميسينية والعصور المظلمة اليونانية والعصر الهيلني والعصر القديم والعصر الكلاسيكي والعصر الهيلنسي. هذه العصور خلقت حضارة قوية يفتخر بها شعبها. وآخر هذه الاكتشافات الأثرية التي عثر عليها في اليونان كانت في جزيرة كريت، حيث عثر بعض علماء الآثار الأمريكيين على مقبرة قديمة يعود تاريخها إلى 3500 عام. يوجد بداخل المقبرة تابوت خشبي ما زال محتفظا بشكله دون تغير، وبه هيكل عظمي لمحارب قديم مجهول. ويتواجد بالمقبرة كنز هائل من الذهب والمجوهرات المصنوعة يدويا، والتي تشمل الحلية الذهبية وسيفا برونزي وأمشاطا من العاج. الكنز النازي. تضاربت أقوال فريقين من العلماء أمام مؤتمر خصص للحديث عما إذا كانوا قد تمكنوا أو لم يتمكنوا من اكتشاف قطار محمل بالذهب يعود للجيش الألماني النازي اختفى في بولندا قبل أكثر من 70 عاما.
أحد الفريقين يمثل مجموعة تعرف باسم صائدي الكنوز، وقالوا أنهم تمكنوا من اكتشاف مكان القطار المحتمل باستخدام أجهزة رادار لتصوير ما تحت سطح الأرض. وذكر أن الصور أظهرت قطارا ونفقا قصيرا، إلا أنهم لم يتمكنوا من تأكيد أنه قطار الذهب النازي المفقود. وفي المقابل قال فريق علمي من جامعة كراكوف للعلوم والتكنولوجيا أن عمليات البحث التي قام بها عن القطار المفقود مستخدما أجهزة رادار لتصوير باطن الأرض ومعدات مغناطيسية أخرى أظهرت وجود ما يعتقد أنه نفق ولا وجود للقطار. البعض يرى أنه ربما يكون لدينا نفق ولكن ليس هناك قطار، بينما البعض الآخر يرجح أنه قطار ونفق قصير. يعتقد أن القطار فقد عام 1945 قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاح الجيش الأحمر السوفيتي شرق أوروبا وتراجع الجيش النازي الألماني. وبحسب روايات محلية فإن القطار ربما يحمل على متنه ما يصل إلى 300 طن من الذهب. تشير تلك الروايات إلى أن القطار غادر من مدينة فروكولاف التي كانت جزءا من ألمانيا آنذاك والتي أصبحت تعرف باسم بريسلاو، متجها إلى مدينة والبرزيتش، ولكنه لم يصل أبدا إلى وجهته. اكتشاف بصمة لدافنشي في إحدى لوحاته. عثر على إحدى لوحات الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي تحتوي بصمة إبهامه، وهي من ضمن مجموعة فنية تمتلكها الملكة إليزابيث الثانية. تم التحدث عن هذا الاكتشاف في كتاب ليوناردو دافنشي نظرة عن قرب الجديد، والذي أصدر منذ فترة قليلة. وهذا الكتاب من تأليف آلان دوني ثورن، الذي قال لإحدى الوسائل الإعلامية الأجنبية أن البصمة وجدت على لوحة فنية توضح نظام القلب والأوعية الدموية والأعضاء الرئيسية للمرأة، وهي رسم تشريحي لدافنشي يعود تاريخه للفترة ما بين عام 1509 و 1510. أسلحة بولندية قديمة. اكتشف علماء آثار ينقبون في مقبرة عمرها قرون مجموعة من الأدوات النادرة والأسلحة البولندية القديمة، بما في ذلك سيف محفوظ بشكل جيد، إذ أنه في عام 2019 حفر علماء الآثار حقلا بالقرب من جنوب بولندا واكتشفوا سلسلة من قبور المحاربين القديمة التي تحتوي 4 سيوف حديدية و9 رؤوس رمح يعود تاريخها إلى 2000 عام. وصفت مقالة علمية في بولندا في ذلك الوقت هذه القطع الأثرية بأنها متآكلة بشدة ويبدو أنها عديمة الشكل، وهذا هو السبب في أن السيف المكتشف حديثا في حالة حفظ ممتازة، ويعد اكتشافا أثريا ثمينا جدا، حيث يقدم نظرة ثاقبة على تصميم الأسلحة البولندية القديمة خلال تلك الفترة. أوضح علماء الآثار أن الثقافة القديمة حفرت آبارا عميقة حتى لا تكون مستوطناتهم بالقرب من المسطحات المائية، وقد أتقنوا زراعة المحاصيل في الحقول التي كانت تستخدم أيضا كمراع، ولذلك أعادت فضلات الحيوانات تنشيط خصوبة التربة. ولكن ظهر تراجع لهذه الثقافة في أواخر القرن الخامس بعد غزم الهون مباشرة، مما تسبب في حدوث الاضطرابات الاجتماعية التي أعقبت انهيار الإمبراطورية الرومانية. وتوضح الاكتشافات الجديدة كيف عاش شعب برزيورسك في القرون التي سبقت زوالهم. ولفت علماء الآثار إلى أن جميع القطع الأثرية الأخرى المسترجعة من هذا الحقل تعرضت لأضرار بالغة، وغالبا ما يتعذر التعرف عليها، وتم حفظ هذا السلاح البولندي القديم من خلال طقوس حرق جثث، لأنه عند الحرق حدثت عملية تحميص للسيف أثناء جنازة أصحابه، وبذلك تمت تقوية هيكله الحديدي، وكان قادرا على مقاومة التآكل التدريجي على مدار ما يقارب من 2000 عام. أقدم حيوان منوي. اكتشف علماء الأحافير الصينيون مع نظرائهم من ألمانيا وبريطانيا أقدم حيوان منوي معروف في العالم من قطعة من الكهرمان يعود تاريخها إلى 100 مليون عام. وفقا لمعهد نانجينغ للجيولوجيا
وعلم الحفريات التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وجاءت الحيوانات المنوية من نوع من القشريات يسمى بالأستراكود. إنه صغير الحجم، يبلغ طوله عادة حوالي 1 ملليمتر، ولكنه منتشر بشكل كبير في المحيطات والبحيرات والمستنقعات والأنهار والبرك. واكتشف الباحثون الحيوانات المنوية لأستراكود في قطعة من الكهرمان من العصر الطباشيري، وجدت في ميانمار، وتزن 0.676 جراماً. وجد الباحثون أن الحيوانات المنوية القديمة التي يزيد طولها عن ثلث طول جسم أستراكود تشبه إلى حد كبير أشكالها الحديثة. يمكن للحيوان القديم أن ينتج حيوانات منوية عملاقة وتنخرط في التكاثر الجنسي تماماً مثل نسلها الحالي. وقال وونغ خا عضو فريق البحث والباحث بمعهد نانجينغ، إن الحيوانات المنوية الضخمة يمكن أن تحسن بشكل فعال معدل نجاح التزاوج، وهو ما قد يكون سبباً مهماً لكثرة تجمعات أستراكود. حطام السفينة الفينيقية في مياه مالطا. يعود تاريخ هذه السفينة إلى 700 سنة قبل الميلاد، والتي وجدت في سواحل جزيرة جوزو في مالطا. إنه اكتشاف هام، إذ تعد هذه السفينة أقدم سفينة اكتشفت في البحر المتوسط، كما أنها أفضل سفينة فينيقية. فالغواصون اكتشفوا أجزاء متعددة من السفينة والتي توضح التجارة وعملات النقد في العصور القديمة، وقد وجدوا بالسفينة 10 أحجار بأنواع مختلفة، مما يدل على أن السفينة زارت العديد من المدن، ويعتقد أنها كانت تسافر للتجارة التي اشتهر بها الفينيقيون قديماً. اكتشاف سيف أثري. أعلنت هيئة الآثار الفلسطينية اكتشاف سيف في قاع البحر الأبيض المتوسط يبلغ عمره نحو 900 عام. أكدت السلطات أن غواصاً اكتشف السيف في قاع البحر المتوسط، والكثير يرى أن هذا السيف يعود للحضارة المصرية القديمة، وأنه يخص أحد الفراعنة المحاربين، وخصوصاً لأنه تم اكتشاف أحد النقوش الفرعونية في نفس الموقع من قبل، ولكن بعض الناس يرى أن هذا السيف يعود لحقبة الحروب الصليبية. يبلغ طول السيف متراً واحداً، وقد كان مغطاً بالكائنات البحرية، ولكن الغواص لاحظه عندما أزاحت التيارات المائية في قاع البحر الرمال عن مقبضه. وأوضحت السلطات بأن الغواص اكتشف السيف الأثري في خليج قريب من مدينة حيفا الساحلية. يشار إلى أن الخليج الذي تم اكتشاف السيف به كان يأوي إليه البحارة، وقد اجتذب الموقع سفنا تجارية على مر العصور، مما جعله غنيا بالآثار. ومن المنتظر أن يعرض السيف بعد الانتهاء من تنظيفه وترميمه. اكتشاف حذاء أثري. اكتشف باحثون حذاء جلديا بين أنقاض جيتو وارسو في بولندا، ويقول علماء الآثار أنه يخص فتاة يهودية تبلغ من العمر 10 سنوات، كانت مسجونة هناك خلال الحرب العالمية الثانية. الحذاء البني الصغير مصنوع من مواد رخيصة الثمن ومسامير وخيوط. تم العثور على القطعة الأثرية في موقع مخبأ كان يستخدمه المقاومون اليهود خلال انتفاضة عام 1943، وكان هذا الحدث الذي وقع في 19 أبريل نتيجة تدفق الجنود الألمان إلى الحي اليهودي لترحيل آخر السكان المتبقين الذين كان من المقرر نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. حارب الآلاف من المقاتلين اليهود الجنود، مما يمثل أكبر وأول انتفاضة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تم العثور على الاكتشاف الحديث بقيادة متحف وارسو جيتو في 7 يونيو، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها بالحفر في المنطقة منذ ما يقارب من 80 عاما. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.